فتحي يا رياض. يا شبح طمني كده يا فندم. يلا 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 براحتك يا الواد ده مش من عندنا، جايبين لنا محترفين وعاملين منتخب التكفيريين. قادر منسي، قادر منسي، ما اتكلم كده رائد منسي من عندك، شوف ايه الاخبار. احنا لسه مكلمينه من دقيقتين، انت ما شفتش هو قفش عليا ازاي لما كلمته؟ احنا غلطنا ان احنا سيبناه يروح لوحده، كان حد مننا راح معاه. واحنا كنا قاعدين هنا بنصيف، احنا كنا مع كوكيه مع العيال اللي عماله تضرب علينا النار من كل حته دي، والعبوات اللي متنطوره يمين وشمال. انا بس مش عارف هو لمح الواد ده وهو بيزوق في وسط ضرب النار ده كله ازاي. قادر منسي، قادر منسي، قادر منسي. يا ابني ما تهدى عليا، ايه الزن ده كله؟ مراتي بتكلمني، اهدى. الناس بيضرب من مسافات بعيدة، لو تأخرت عليك بربع ساعة انزلوا دوروا على جدتي. حبيب قلب بابا، الدعم يتحرك على المكان اللي اقول لكم عليه. نقعد نعمل ايه بس يا قائد؟ احنا قلبنا المنطقه كلها ومش لاقيين الواد اصلا. بس كويس والله يا فندم، الواد ساب لنا حاجه من قطر، نفتح بيها بقى المندل ونشوف غرفه انهي ده. ده زي ما يكون الارض انشقت وبلعته. صح عبد الرزاق. ايه هو ده؟ صح، الواد ده فعلا الارض انشقته وبلعته، هرب زي الفار. الواد ده بيتحرك ويطلع وينزل من انفاق تحت الارض، ناحيتها فين بقى الله اعلم. العيال اللي جبناهم من المزرعه قالوا ان اسمه الحركه ابو صهيب، راح افغانستان شويه والعراق شويه والصومال شويه، وبعدين نزل نيجيريا وراح على ليبيا، في الاخر بقى بلونا بيه هنا. يعني الواد مش سهل، ده الواد بينش من مسافة فوق الكيلو. عناصر المهندسين علشان يمشطوا المنطقة دي كلها محتاجين وقت وتأمين مش قليل، وفرضا ان هم لقوا المكان اللي سيادتك بتقول عليه. عشان نحط له خطة اقتحام ده هيحتاج مجهود كبير، وانا مش ضامن في الاخر هدخل الاقي ايه جوه. كل ده مفهوم على فكرة ومحدش يقدر يلومهم، بس احنا نعمل ايه؟